بن حي القيمرية في دمشق القديمة اشتهر بكتاباته التي تناولت الأحياء والحارات الدمشقية القديمة والعادات والتقاليد فيها، فضلا عن أحاديث ذكرياته عن تاريخ المدينة وناسها. وكان يؤكد باستمرار هوسه بالشخصيات التي عايشها في حي القيمرية وقد عاش فيها معظم شبابه، ولم ينقطع تواصله مع الناس فيها حتى سنوات عمره الأخيرة، ويعتبر من مؤسسي اتحاد الكتاب العرب وعضوا في جمعية القصة والرواية فيه. عمل في عدة مجالات أدبية وفنية، فأصدر الكثير من المجموعات القصصية، كما صدرت له عدد من الدراسات، وقد ترك كذلك عددا من الأعمال المسرحية وعددا من مجموعات قصص الأطفال. وكان من أشهر كتاباته التلفزيونية حارة القصر وهذا الرجل في خطر، بالإضافة إلى مساهماته القيمة في الكتابة الصحفية في الكثير من المجالات والصحف السورية والعربية. إنه الأديب عادل أبو شنب، موضوع وثائقينا لهذا اليوم، فلنشاهده سوية. ولد الأديب السوري عادل أبو شنب بدمشق عام 1931 من أب حجازي وأم سورية، فنشأ في حي الإماري ودرس في مدارسه. هناك كان يقع الجامع الأموي الذي أزاد فيه من ثقافته الدينية، وهناك أيضا تقع المكتبة الظاهرية، وفيها كان تناول الكثير من الروايات والقصص من هم كبير، إلى أن دخل الجامعة ليدرس في قسم الفلسفة وعلم النفس. وخلال دراسته عام 1950 عمل في مجال الصحافة في جريدة لسان الشعب، فكان يحررها وحيدا، وكانت تصدر وسط غابة من الصحف التي كانت تصدر في دمشق، حيث كان عددها يزيد على 21 جريدة صباحية واثنتين مسائيتين وثلاث مجلات أسبوعية. ثم انتقل من لسان الشعب إلى صحيفة الجمهور التي كان يصدرها الصحفي بشير كعدان، ثم إلى صحيفة الشام التي كان صاحبها بكر المرادي، ومنها إلى جريدة العلم التي كانت تصدر ظهرى كل يوم. وأثناء ذلك قامت الوحدة بين مصر وسوريا، فصدرت جريدة الوحدة التي كان مديرها العام راتب الحسامي ورئيس تحريرها جلال فاروق الشريف، فعمل رئيسا لتحرير الثقافة والمنوعات فيها حتى وقع الانفصال. إلا أن عادل أبو شنب لم يتخلى أبدا عن كتابة القصص إلى جانب أعماله المختلفة، فكان أول عمل لها بعنوان عالم ولكنه صغير، وبعده أصدر زهرة استوائية في القطب، وبعد ذلك بدأ في بث قصصه القصيرة في الراديو عن طريق صديق له كان يعمل مذيعا في الإذاعة وهو عبد الهادي البقاش. أمر كهذا مكنه من أن يتجاوز المحيط الضيق إلى محيط أرحب، وليبدأ بعد ذلك تجربته في الإعداد الإذاعي عبر برنامج اسمه ألوان، وكان يتحدث عن مجمل النشاطات الفكرية والأدبية والفنية التي تحدث خلال الأسبوع. خلال الستينات كتب أبو شنب الثوار مروا بيتنا، تبعها في السبعينات أحلام ساعة الصفر والآس الجميل، حيث كان يعمل في ذلك الوقت معدا لبرنامج تلفزيوني اسمه آخر الأسبوع، والذي حول فيما بعد ليكون مجلة التلفزيون التي بقي يحررها 13 سنة حتى عام 1974، وكانت تتضمن مواد فكرية وفنية وأدبية وريبورتاجات حولها. إلا أن هاجس القصة والشخص التي عايشها في حارة الإمارية ظلت تلاحق خياله المبدع حتى نسج حبكة رواية وردة الصباح التي يقول عنها الكاتب: هذه الرواية كانت مختمرة في ذهني لأنها تمثل بيئتي التي نشأت فيها، وهي حي الإمارية في دمشق. هذه البيئة وشخص الرواية مستوحاة من حي الإمارية ذاته، ونهايتها عنيفة لأني شهدت هذه النهاية رؤية العين. كنت حاضرا لرؤية الرجل المطلوب من العدالة يختبئ قرب خزان الماء المغلي، وعندما داهمت السلطة الحمام بحثا عنه سار على طرف خزان الماء المغلي، ولكنه تعثر ووقع في المياه المغلية واحترق، وانفصلت أعضاؤه عن بعضها في مشهد درامي أثر في وجداني. ثم يسترسل أبو شنب لينوه أن كل شخصيات قصصه موجودة بشكل غير مباشر في حي الإمارية،
كان يتفحصها ويحللها وينسج حولها حبكة القصة بقرب وجداني نادر لينتج بعد ذلك وردة الصباح ورواية الأول والأخير وذكر السلحفات التي منعت في سوريا مضطره لأن يطبعها في بيروت. وبسبب ندرة الكتاب آنذاك كلف أبو شنب مع العدد المحدود من كتاب ذلك الوقت بأن يتعدى مهنته كقص وصحفي إلى كتابة أبحاث في المسرح والتاريخ الفني، مما حمله على إصدار عدد من الكتب منها مسرح عربي قديم، حيث تطرق فيه لظاهرة اسمها كراكوز وعواض، وهي عبارة عن شخوص جلدية كانت توضع وراء ستارة مضاءة ويحكى بألسنتها، وكان ذلك شبيها بالمسرح ولكن بظروف مختلفة عن المسرح بأبعاده الثلاثة المعروفة. عمل عادل أبو شنب كذلك لصالح الدراما التلفزيونية علاوة على التأليف المسرحي والفني والدرامي الإذاعي، حيث كتب أكثر من 10 مسلسلات مشهورة جدا، فكان مجددا ومنوعا في مجالات إبداعية مختلفة أجبر في كثير من الأحيان لأن يجوب بحارها كما صرح عن ذلك بنفسه، لكنه كان خلاقا فيها جميعا. حتى عندما أسس مجلة أسامة التي خصصت للأطفال كان قادرا ورائدا في مجال صعب وشائك ويحتاج إلى معرفة ودراية بعالم الطفل ونفسيته. لقد جمع عادل أبو شنب في جميع ما كتب وأبدع من مسرحيات ودراسات ومقالات وروايات وقصص بين الطرافة والتاريخ والفائدة والتسويق، وسعى جاده لجمع شتات المعلومات المتفرقة هنا وهناك عن التراث الشعبي والعادات والتقاليد وأعلام سوريا، وعن مواضيع مهمة ومهملة مثل حمامات السوق وجلسات المشايخ والأسواق الشعبية والأعياد والعرادات والطبخ وغيرها، ما جعل هذه المؤلفات مرجعا لا غنى عنه في عملية إحياء التراث الشعبي السوري. عادل أبو شنب كان يعرف كيف يخاطب القراء وكيف يداعبهم ويجري اللقاءات مع الكتاب والمبدعين والفنانين، فكان عطاؤه الصحفي رديفا لعطائه الأدبي الذي أثمر نحو 40 كتابا في القصة القصيرة والرواية والفولكلور والتاريخ الفني والأطفال. وظل عادل أبو شنب ينتج والقلم بيده رغم العجز الذي أصابه في أواخر أيامه، إلى أن غيبه الموت مساء الأحد في 27 من أيار عام 2012، تاركا لنا إرث الحكواتي الدمشقي الأصيل اللطيف المحب الذي كان ينشد الفرح والحبور لمن حوله دون أن يتناسى دمشق التي حملها في فؤاده حتى النهاية.